أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلاميذ، ابتداء اليوم سنقوم بتقديم بعض الامتحانات، نماذج من الامتحانات السابقة وبعض الفروض لنتعلم كيف نجيب على هذه الأسئلة وكيف نحلل المسائل اليقينية. إذا هذه الحصة اليوم خصصتها لامتحان جريبي، وسنقوم في المستقبل إن شاء الله بتقديم نماذج من الامتحانات السابقة وشرحها والإجابة عليها. إذا تابعوا معي وانتبهوا. الرياضيات مستوى السادس ابتدائي امتحان تجريبي رقم واحد، غادي نعطيو تمرين تجريبي رقم واحد. أولا ضع ونجز، عندما نقول ضع ونجز بمعنى ضع العملية عموديا وأنجزها. إذا عندي 8975.02 ناقص 645.09 بين قوسين زائد 7983.5. من هنا دائما نبدأ بالعملية التي بين قوسين، إذا دائما نبدأ بالعملية التي بين قوسين ثم نضيف العدد الآخر أو نطرحه أو نضربه إلى غيره. ثانيا 5.983 مضروبة في 4.7، إذا هنا لا بد من إيجاز العملية. 75.37 مقسومة على 1.5، إذا المقسوم عدد عشري والمقسوم عليه عدد عشري يجب أن نتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه، أما المقسوم لا يهم، ولكن الخارج يجب أن يكون جزء المئة. بمعنى ما معنى جزء المئة؟ بمعنى رقمين وراء الفاصلة، يعني شحال من رقم واحد جوج تلقى الخارج في جزء أرقام من الفاصلة. ثانيا حدد الأعداد العشرية، حدد الأعداد الكسرية العشرية والأعداد الكسرية الغير عشرية. إذا هناك أعداد كسرية عشرية التي يكون مقامها 10 أو 100 أو 1000، التي يمكن قسمة البسط على المقام ويكون العدد الخارج مضبوط، هذا نسميه عدد كسري عشري. وإذا كانت القسمة غير تامة فهذا يسمى عدد كسري غير عشري. إذا عندي 3/2، 8/5، 8/22، 25/10. إذا شكون هما؟ غادي ندير واحد الجدول وندير فيه الأعداد الكسرية العشرية ونسطر وندير الأعداد الكسرية غير العشرية، وكل واحد نوضعو في المكان ديالو المناسب. ثالثا التميم بيني، إذا هنا الكسور المتساوي، عندي 36/24، خصني هذا الكسر هذا يكون متساوي مع 18 على واحد من العدد هذا. إذا سبقنا شرحنا الكسور المتساوية، نضرب البسط في المقام ونضرب المقام في البسط لكي نجد الكسور المتساوية، أو نقسم المقام على عدد لكي نجد المقام الآخر. إذا هنا 36/24 تساوي 18 على 1. إذا غنضرب 24/18 نضرب 36 في شي عدد اخر باش يكون متساوي، او ندير القاعدة الثلاثية، هذا العدد الظروف هذا مقسوم على هذا، يساوي العدد في البسط على 12، يساوي البسط على عدد في المقام. إذا هذه طريقة. ثانيا 1/2 يساوي 7 على كم؟ يساوي 3 على كم؟ يساوي كم على 10؟ رابعا أحسن الأعداد الكسرية تساوي أحسن، ما معنى أحسن؟ بمعنى أقسم البسط والمقام على نفس العدد إلى أن يكون البسط والمقام عددين أوليين. ما معنى عددين أوليين؟ بمعنى البسط والمقام لا يقبلان القسمة على عدد مشترك. إذا غادي نستدلوا إلى آخر 90/180، 30/45، 18/36. خامسا أملأ بما يناسب، لأن هنا العملية تساوي، إذا 3.4 في الطرف يساوي كم من هكتوغرام، إذا هنا قياس الكتلة. ثم 2.6 كيلوغرام زائد 25.8 كيلوغرام شحال من غرام، ثم 17.6 هكتوغرام يساوي كم من، إذا هنا قياس الكوب،
هنا قياس تكون كتلة. ثالثا انشئ ا ب س د متوازن الاضلاع. متوازن الاضلاع كنا قريناه هو مضلع رباعي، اضلاع متقابله متقايسه ومتوازيه الى غيره، حيث ضلع ا ب 6 سنتيمتر وضلع ب س 4.5 سنتيمتر و ا ب س الزاويه ب غتكون فيها 70 درجه. اذا هذه المعطيات باش يمكن لي نرسم على ا ب س د اللي هو متوازي الاضلاع. سابعا انشئ دائره، انشئ دائره سي التي مركزها او، اذا غادي نحاول نرسم واحد الدائره كنسميوها سي، المركز ديالها او وشعاعها ان يساوي 4 سنتيمتر. يساوي 4 سنتيمتر. انشئ دائره سي بالبركار، غادي نرسم واحد الدائره نسميوها سي بالبركار التي مركزها او، الشعاع ديالها يكون فيها 4. اذا كان الشعاع 4 شحال غادي يكون القطر؟ بمعنى القطر هو ضعف الشعاع بمعنى سلامه، اذا 4 سنتيمتر. تابع الشرح. انشئ النقطتين ا و ب على، مازال في التمارين رقم 7 على دائره، حيث الدائره اللي هو الناس سميتها سي غادي نصب عليها نقطه ا و ب، حيث ان ا ب القياس ديالها 6 سنتيمتر. اذا غادي نحاول نوضع النقطة ا و ب على الدائرة، واذا الى طولت الى صمت الخط الذي يوصل الذي يصل النقطة ا مع ب ستكون فيه 6 سنتيمتر، بمعنى القياس ديال الطول ديال القطعة ا ب ستكون فيها 6 سنتيمتر. اذا النقطة ستكون تكون فوق الدائرة. انشئ المستقيم المار من ب، ارسم واحد الخط مستقيم يدوز على ب يمر على ب والعمودي على ا ب. اذا خصو هذا المستقيم يمر على ب ويكون عمودي على ا ب. هذا المستقيم المرمي ب يقطع الدائره في النقطه سي. هذا المستقيم اللي هو يمر على ب ويقطع الدائره في النقطه سي وعمودي على ا ب. نفهموا المسألة عاد نكون نجاوب، خصنا نقرا المسألة ونقرا السؤال ونفهموا مزيان عاد نجاوب. المسألة بمعنى أن بروبليم، ينتج معدن 7474640 كيلوغرام من الجبس، واحد المعمل في واحد المدينة صناعية تنتج 74640 كيلوغرام من الجبس الكبس، ويعبأ هذا الجبس في أكياس، هذا الجبس هذا سنعمله في كيس أكياس تسميه بالخلاجي، يزن كل واحد منها 120 كيلو، بمعنى كل كيس عمرناه بالكبس يوزن 120 كيلو. يتم نقل هذه الأكياس في شاحنة، بعد ما دلي هذه الأكياس اللي تنجبها تنقلوها في واحد الشاحنة باش نديوها للأسواق مثلا. هذه الشاحنة الحمولة ديالها هي 100 كيس، ما تكونش 100 كيس في كل رحلة. إذا أولا احسب عدد الاكياس التي انتجها هذا المعمل. اذا هنا بعد اولا خصنا نجاوب على السؤال، هذا المعمل هذا الذي انتج 74640 كيلوغرام، بغينا نعرفوا شحال من كيس سيصنع، عدد الاكياس التي انتجها هذا المعمل، لان عرفنا شحال تينتج هذا الكبس وعرفنا الكيس سيوزن 120 كيلوغرام. اذا هذا السؤال. ثم هذا الكبس هذا غادي نقلوه من مدينة إلى مدينة مثلا على بواسطة الشاحنة، هذه الشاحنة هذه التي حمولتها يزيد كل واحد، ثم نقل هذه الأكياس في شاحنة حمولتها 100 كيس، بمعنى الشاحنة ما تدخلش 100 كيس. إذا خصنا نشوفوا شحال عندنا من كيس بعدا، كم عدد الأكياس التي أنتجها المعمل، ثم
نشوفوا شحال من اللي حنا غندير هاد الشيء علاش باش نقلنا هاد الاكياس اللي بغينا اللي صنعوا لنا هاد الماء. اذا هذا هو السؤال وهذه هي المساله. اتمنى ان تكون هذه المساله بسيطه ومفهومه، ها قد استوعبتم المفهوم ديالها. اذا ما عليكم الا ان تفكروا جيدا قبل الجواب، ها لان التفكير ضروري، ثم بعد ذلك تكتبوا لنا الجواب. وسنلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله لتقديم الصحيح لهذه الأمسة لهذا الامتحان الموحد. إذا إلى أن نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله لتقديم تصحيح هذا الامتحان التجريبي، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في دراستكم، وأطلب منكم المشاركة بكثافة. لهذا يجب عليكم الضغط على الزر ديال المشاركة وتفعيل الجرس لكي تصلكم جميع الدروس التي أقدمها. إلى اللقاء، إلى درس مقبل إن شاء الله.